تعذيب وتنكيل، اغتصاب بآلات حادة، إطلاق كلاب للاعتداء جنسياً على الأسرى الفلسطينيين، تجريد من الملابس، حرمان من النوم والطعام والعلاج، هذا بعض مما يحدث في معتقل سديتيمان أو ما يعرف بغوانتانامو إسرائيل. هو قاعدة عسكرية في صحراء النقب أعاد الجيش الإسرائيلي افتتاحها مباشرة بعد العدوان على غزة، ويعتقل فيها أكثر من 1500 أسير فلسطيني بينهم أطفال وكبار في السن. مكبل اليدين، معصوب العينين، في الشنو، في الشراحة، تعاملوا معنا مش بن أدمين، تعاملوا معنا كأرقاء. آليات التعذيب، آليات مش طبيعية، بالمرة بتمرق عليك فرقة تكسير، بكون معاها كلاب، بكون معاها كهرب وضرب وعصي، بعذب الشباب، بعلقوهم. منظمات حقوقية جمعت عدداً كبيراً من الأدلة والشهادات حول ما يحدث من فظائع خلف أسوار هذا المعتقل، وطالبت بكشف مصير العشرات من الأسرى الذين قضوا تحت التعذيب. وبعد تزايد الضغوط على إسرائيل، تقرر فتح تحقيق صوري للالتفاف على أي إجراءات قضائية دولية. تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، فقرار توقيف 9 جنود احتياط إسرائيليين بتهم تعذيب الأسرى دفع بعشرات المتظاهرين من التيارات اليهودية اليمينية إلى اقتحام قاعدة سديتيمان ومركز المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد. بداية نهاية إسرائيل، هكذا وصفت صحيفة معاريف هذه المشاهد. أما هآرتس فخلصت إلى أن إسرائيل بقيادة نتنياهو فقدت السيطرة، فيما علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قائلاً: إسرائيل ليست على حافة الهاوية، إنها في الهاوية.